بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. من التوسلات العجيبة والنافعة وسريعة الإجابة هو هذا التوسل بأبي الفضل عباس سلام الله عليه، وهو لأحد العرفاء يقال بأنه لآية الله السيد الكشميري قدست روحه الزكية، ويقال إنه للسيد إبراهيم الزنجاني أيضا. والتوسل هو: يا أبا الفضل العباس، يا ابن علي، عليكم السلام، عسى عطفة منك علي بنظرة تحيي بها قلبي وتصلح بها شأني وتجمع بها شملي، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف الكرب عن قلبي. أقرأه مرة أخرى لكثير من الأخوة يردده ورائي: يا أبا الفضل العباس، يا ابن علي، عليكم السلام، عسى عطفة منك علي بنظرة تحيي بها قلبي وتصلح بها شأني وتجمع بها شملي، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف الكرب عن قلبي. هذا يقرأ 133 مرة. جرب ولا تشك. برنامج صباحات الأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.